أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله جبنا لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997، مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997. العربية فابريكا بره وجوه بمعنى الكلمة، بدون جرام بويا واحد. المكنة بتاعت العربية ما حلتش مسمار قبل كده. العربية فيها أربع فرد كاوتش جديد ميشلان زيرو من النوع العالي. العربية فيها طقم عدة كاملة. العربية فيها رخصة شهر. إن شاء الله البيع بالقسط أو بالكاش، وممكن البدل بعربية أخرى. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 1997. سعر العربية 132,000 جنيه. سعر العربية 132,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-485-12-426. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-485-12-426. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.